يوما بعد يوم تزداد شعبية كرة القدم بين السيدات، وخلال مسيرتهن الكروية تتعرض اللاعبات للعديد من الإصابات التي تترك أثرها الجسدي والنفسي عليهن، الأمر الذي يدفع الفريق إلى متابعة المصابات بشكل دقيق حتى تعود اللاعبة إلى أرض الملعب. فكيف تتعرض اللاعبات للإصابة وكيف يمكن لهن تجاوز هذه المرحلة الصعبة؟ لعبة الفوتبول تتعرض لإصابة خلال التمرين أو خلال الماتش، يعني إنه اللعب مخول إنه يعمل إصابة، مش منه إنه لا إنه ملك ما بيتعور. بتنصاب اللاعبة بتعمل تمرينة بتفوت مع الفريق دغري، وهذا الشيء كتير غلط. قديش هي قادرة تشتغل تعمل ريكفري لحالة، تشتغل تدريجيا تقوي عضلاتها ترجع تفوت مع الفريق. للمعد البدني دور كبير في الفريق قبل الإصابة وخلالها وبعدها. أهمية كوتش الفتنس أنه عم تعلي من مستوى اللعيبة، بس تعلي مستوى الفتنس تبعهم البدني تبعهم رح تلقائياً البرفورمنس تبعهم رح تعلى، وبذات الوقت عم تخفف نسبة الإصابات. أما المعالج الفيزيائي فعليه تقع مهمة معالجة المصابة ومتابعتها بدقة حتى تستعيد عافيتها. اللعبة بأرض الملعب فيها تتعرض إصابات بالكاحل، يكون في ضربة كونتاكت مع أي لاعبة بصير عندها التواء بالكاحل، بالركبة كمان بيكون في فكش بالركبة بيؤدي لإصابات بالأربطة البرانية وأربطة البراط الصليبة والأكثر إصابات. وكمان هلأ فينا كمان كافي أنه يكون في كونتاكت أنه عم بيطلعوا راس، بيكون في إصابة بالكتف، أوكي بيكون في كسر، بحالات الكسر أو ضربة بالراس بيأثر على الرقبة. أهمية كبيرة لوجود المعد البدني والمعالج الفيزيائي ضمن الجهاز الفني للفريق. كتير مهم لأنه هو كمان بيشتغل بينسق مع الكوتش الأساسي على اللود تبع التمرين، شو يكون فيه بقلب التمرين، إذا بدها تكون تمرين قاسية إذا لا. أول شيء الكوتش بيسأل كفيزيوثيرابي لألي مثلا، بيجي بيسأل أنه هاي اللعبة مثلا صار حاسس بشغلة، أوكي بيكون في تواصل. أكيد أنا بهيدا الشغلة بحكي مع اللعبة بشوف هي قدراتها شو وكيف حسها وكيف ما حسها، بحكي اكيد الكوتش البدني. بعد الاساس التنسيق بيكون بين ثلاثه بنلاقي الحل المناسب. الاصابات الجسديه للاعبه امر لا مفر منه، لكن بالمتابعه الدقيقه من المختصين فان اللاعبه تعود الى المستطيل الاخضر لمتابعه مسيرتها من جديد، شرط امتلاكها للاراده القويه والمعنويات العاليه.